بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس، باب تعليق الولاية بالشرط. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري. ولأحمد من حديث أبي قتادة وعبد الله بن جعفر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله تعالى: باب تعليق الولاية بالشرط. معلوم أن هذه الأبواب كلها في أحكام القضاء والولايات، بمعنى ما يمارسه ويقوم به ولي الأمر من تعيين القضاة والولاة وأصحاب المناصب والوظائف. فالأبواب هي في هذه المسائل، فمر معنا جملة منها. هنا يقول: باب تعليق الولاية بالشرط. بمعنى الأصل في الولاية البت، لأن الولاية عقد، عقد بين الإمام الذي هو الحاكم والموظف، سواء كان وزيرا أو كان واليا لولاية أو كان محافظا على محافظة أو كان مديرا لمركز أو كان قاضيا أو كان أي وظيفة. فالوظائف عقود، عقد بين الإمام وبين من يعقد له الوظيفة، والأصل في العقود أنها تكون بتا، بمعنى عينتك وليتك أصدر وأصدر قراره إن كان مرسوما إن كان أمرا إن كان يعني قرارا إداريا بالصيغ المعروفة، والتي أيضا تتنوع وتتجدد وتختلف، لكن يصدر مثلا بناء كذا كذا وبناء على كذا وبناء كذا، يعين فلان أو عيننا فلان. هذا هو عقد الولاية، هذا هو عقد الولاية. فأي وظيفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنها تسمى ولاية، وما بين الموظف والمسؤول هذا عقد. فالأصل في العقود أنها بت، بناء كذا 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 يعين. والشيخ هنا يقول: لا مانع أن يكون التعيين معلقا، وإذا قال: باب تعليق الولاية بالشرط، بمعنى كذا 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 يعين فلان إن كان كذا وكذا، إن كان يحمل المؤهل فلان يعين، إن كان اجتاز المسابقة يعين، إن كان ما يكون فيه بت، أو إن قدم الشيء فلاني يعين، أو إن كان من قبله لا يصلح، وهكذا. فإذا هذا يسمى تعليق الولاية بالشرط،
بمعنى لم يبت في تعيينه، إنما جعله مربوطا بأن إما أن يقدم كذا أو أن فلان لا يصلح أو يكون فلان ليس أحسن منه. إن كان فلان لا يصلح فعينوا فلانا، أو إن كان فلان لا يقبل عينوا فلانا، يصح هذا. هذا معنى باب تعليق الولاية بالشرط. واستدل على ذلك بخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري. فإذن ولاية جعفر الطيار رضي الله عنه بن أبي طالب معلقة بقتل زيد، وولاية عبد الله بن رواحة معلقة بقتل جعفر. طبعا الرسول قال ذلك لأنه طبعا هذا علم من أعلام النبوة، كونه يعني يضع البدائل، وضع بدائل لأنه يتوقع أنه قد يكون فيها مقتلة. طبعا غزوة مؤتة أظنها كانت في السنة الثامنة، وهي طبعا مؤتة كما تعرف منطقة في البلقاء جهة الأردن، جهة الأردن الآن في الشام، الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا كلها كانت تسمى الشام، تسمى الشام. فمؤتة وإلى الآن موجود الاسم هذا في الأردن، وهي في منطقة البلقاء. وسبب هذه المعركة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، طبعا الرسول كما تعرفون أرسل رسل لكسرى وقيصر والمقوقس عظيم القبط في مصر يدعوهم الإسلام، أرسلهم كتبا ورسلا مع أشخاص يحملها. فمن جملة من أرسل لهم عظيم بصرى، بصرى وحاكم والي أيضا من قبل الروم، فاعترض عليه الغساني وهو أيضا من قبل الروم، وأرسل رسول الحارث بن زيد الأزدي، الحارث بن زيد أرسله يحمله رسالة ليدعو الإسلام. فالغساني قتل الحارث بن زيد، والعادة الرسل لا تقتل، وقتل رسالة وأنه خيانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب فجهز جيشا لقتال الغساني بمكون من 3000، وأمر عليهم زيد بن حارثة. الروم قالوا إنهم لما علموا استعدوا ب200,000. ومعلومة يعني للمعلومية، العرب قبل الإسلام ما كان لهم أي كيان، كانوا قبائل متفرقين لا يحكمهم حاكم موحد، وما كان فيه يعني قتال مع جيرانهم أبدا، لأنهم ليسوا شيئا، قبائل متناحرة وحواضر صغيرة أو بادية، ليسوا لا يمثل لا دولة ولا كيان، ولا بخلاف مثلا الشام والعراق وحتى اليمن إذا كان فيه تتابعة، اليمن كان يمثل مملكة، لكن ما عداه لا، ما في. غزوة ذيقار هذه طبعا في الجاهلية كانت قد تكون احتكاك مع بين المناذرة والمناذرة من قبل الفرس، هو حاكم من قبل فارس، وما عدا ما كان في أي احتكاكات بين العرب وبين جيرانهم، لأنهم ليس لهم كيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وهاجر المدينة، طبعا أيام مكة كان ضعف، ما كان كانت دعوة سرية وضعيفة، والحكمة طبعا لو شاء الله أن يكونوا أقوياء من أول يوم لكانوا، لكن حكمة التدرج هذه لأنه هذا هو الدين الخاتم، وليكون قدوة إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، كل أفعاله وأقواله وسننه
تتأسى بها عليه الصلاة والسلام. فبقي في مكة 13 عاما يدعو سرا وجهرا، لكن كان ضعيف. أذن الله له بالهجرة بعدما حصلت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، وصار له أنصار في المدينة، فذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعد 13 عاما من البعثة. فتكونت دولة، تكونت دولة، صار يمثل كيان وحاكم. والغريب يعني من أجمل ما رأيت واطلعت عليه في كلام العلماء الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر المدينة صار يأمر كل مسلم أن يهاجر، كل مسلم أن يهاجر، بمعنى أن يتجمعوا في المدينة. فالهجرة بها تكونت الدولة، والملحظ الذي لاحظه العلماء في الهجرة هي أن الدولة لا تتكون إلا من كيانات للمهاجرين أشكال وألوان. المدينة كانوا الأوس والخزرج واليهود الموجودين في المدينة، بين نظير وبين قواع وبين قريضة. الهجرة تعني تجمع وتعني الوحدة، ولا تكون وحدة إلا إذا كان في أشكال وألوان. فالهجرة يعني تكون دولة، والدولة لا تكون دولة إلا من 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 مجموعة عناصر، ولا تكون دولة إلا بالتعايش. لابد أن الأشكال الموجودة يتعايشون، التعايش بمعنى التعايش بمعنى أنهم فئات وطوائف وأجناس وحتى مذاهب. فالمدينة كان فيها اليهود، فيها المسلمين، فيها الكفار، فيها المنافقين، فيها الأوس والخزرج، قريش، مهاجرين، أنصار. هذه كلها يعني تقبل التكتل. ولهذا حينما كانوا عايدين أظن من تبوك، وقال عبد الله بن أبي ليخرجان الأعز منها الأذل، واختلف غلامان، من واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، يبدو على ما أو اختلفوا. فقعد المهاجر إياد المهاجرين، يعني يستفزع بالمهاجرين، وقعد الأنصار إياد الأنصار، وقال ثاروا كل فئة ستنتصر لصاحبها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. الله عز وجل ساق هذه ليعلمنا، لتكون فعلا تكون نقطة في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ النبوة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. معنا المهاجرين مسلمون، والهجرة لقب شريف، والأنصار أنصار لقب شريف، لكن لما دعا عصبية وتحزبا تحول إلى جاهلية. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما 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 بقي في مكانه، أمر بالانتقال، وأظن مشى أياما حتى تنطفئ الفتنة. لأن العصبية قاتلة مهلكة. فقال: أبي دعوة جاهلية وأنا بأظهركم، مع أنه قال إلى المهاجرين وهذا قال الأنصار، ما قال يا قريش ولا يا هذيل ولا يا تميم أو قبائل، قال لا
لقب شريف، لكن لما كان عصبية صار جاهلي. فمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كون الدولة، فصار يرسل الرسل للأقطار ليدعوهم إلى الإسلام. أرسل لكسرى وأرسل لي، ولهذا أظن لكسرى مزق الرسالة، قال مزق الله ملكه، ولم يقل لهم قائمة. وأيضا قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وفعلا ما قاموا أبدا. فأرسل هذا الرسول الحارث بن قيس الأزدي، أرسله إلى عظيم بصرى، ولكن هذا الغساني قتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الجيش من 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد بن حارثة. طبعا هناك يستعدوا قالوا 200,000، وما فيه يعني نسبة 200,000 و3000، لكن يبدو المسلمين بغتوهم في اليوم الأول، وما ظنوا أن 3000 سوف يقدمون على 200,000. بالفعل في اليوم الأول كسروهم، وفي اليوم الثاني أيضا المسلمون كسروهم، لكن في اليوم الثالث لا، صار هم الذين باغتوا. فكانت مقتلة عظيمة، فقتل زيد رضي الله عنه، فأخذ الراية جعفر أبي طالب، فقطعت يده اليمنى فأخذ باليسرى، وكذلك اليسرى فسقط الراية، فأخذ عبد الله بن رواحة، ولهذا سمي جعفر الطيار، لأنه قال أخبر اليسرى أنه أبدل يديه بجناحين يطير بهما في الجنة. وقتل عبد الله بن رواحة كذلك، لكن الرسول ما ذكر الذي من سيلي بعده. فاتفقوا على خالد بن الوليد، كان معهم، اتفقوا على أن يقولهم خالد. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة قال قتل زيد، وقتل جعفر، وقتل عبد الله، قالوا ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. هذا من المخبر الغيب وفي المدينة، فأخذها سيف سيوف الله. وبالفعل رأى القضية ما يعني ما فيه انتصار، ولو انسحب مباشرة لقتلوا، لتعقبهم الروم. فعمل حيلة رضي الله عنه، وفرتب الجيش على فئات، وجعل يثير الغراب هنا وهنا، حتى ظن الروم أنهم جاءوا مدد، فصار يقاتل وينسحب، يقاتل وينسحب، وفعلا قتل وانسحب، وما ظنوا أنهم هزومون، الروم ما ظنوا أنهم هزومون، ما تبعوه، وفعلا حاز بهم. فلما جاء المدينة أيضا المسلمون أهل المدينة كانوا يسمونها، يقول أنتم الفارون، لماذا تفرون يعني من المعركة، لماذا ما صمتتم؟ فقال النبي بل أنتم الكرون، نحن فئتكم كما قصص. المقصود هو أن هذه ملخص المعركة، لكن المقصود أن الشاهد من الحديث أو من الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ولاية جعفر على قتل زيد، معلق ولاية عبد الله بن رواحة على قتل جعفر، إن قتل فهو الوالي بعده، وهو يأخذ له الراية بعده، هو الذي يقود الجيش. وهذا يكاد يكون، لم يختلف العلماء أنه يجوز للحاكم أن يولي ولاية مشروطة. ولهذا الشوكاني يقول ولا أعرف الآن دليلا يدل على المنع من تعليق الولاية بالشرط، قال فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى
قاعدة فقهية إلى آخره. ولهذا لا يبدو أن في المسألة خلافا يعني أو خلافا معتبرا. الباب السادس: باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. رواه أحمد. وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه أحمد والترمذي. قال: باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه. إذن أمامنا مسألتان: أولى الأولى في حكم الرشوة، والثاني في اتخاذ الحاجب أو البواب أو الحارس أمام المجلس الحكم. أما الرشوة فلا أظن يعني يختلف أحد على حكمها، بل إنها من كبائر الذنوب. والرشوة هي التي تعطى للقاضي أو للحاكم أو لكل من عنده مصلحة من مصالح المسلمين من أجل أن يعني يقدم من ليس أهلا أو يؤخر من هو أهل أو نحو ذلك، أو يعني يتحقق بها ظلم أو حجب لصاحب الحق. وكان الناس صلى الله عليه وسلم يعني يتفننون في إعطائه أسماء هدية أو إكرامية أو بأشكال، وكل هذا لا يجوز. كل ما منع حقا أو أعطى حقا لغير مستحق بسبب رشوة أو هدية أو بأي نوع، سواء هدية مالية، هدية نقدية، هدية عينية، تقديم كما يقال خدمة، كل هذا لا يجوز. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. لا شك طبعا اللعن هذا يعني من دليل أو من دلائل الكبائر، فما جاء فيه اللعن في كتاب الله أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه من كبار الذنوب. فالرشوة من كبار الذنوب، وداخل قوله عز وجل: أكلوا السحت، يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهي من الباطل ومن السحت. لعنة الله على الراشي، الراشي هو دافع الرشوة، والمرتشي هو الأخذ. الراشي هو دافع الرشوة، والمرتشي أخذها، فكلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. حديث ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. الرائش الواسطة بين دافع الرشوة وبين الحاكم، وهذا كما تعرفون الناس صلى الله عليه وسلم لهم طرقهم الملتوية جدا في كيف يرشون الحكام. وأعظم يعني أعظم مداخل الفساد الرشوة، تحجب الحق وتوقع الظلم وتمنع المستحق
والناس يتلونون بأشكال وألوان يعني حتى أن بعض حتى يستغفل أحيانا يستغفل بعض القضاة وبعض الحكام ويلتف الناس حوله وهو لا يعلم صلى الله السلام. وكل هذا يعني من ابتلي بالولايات أو بالقضاء وغيره عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون حذرا جدا، وأن هذا محرم ولا يجوز، وأن الثاني يعني يعود على صاحبه ينزع البركة في ماله وفي أهله وفي حياته. وأحيانا نسأل الله السلامة قد يثري في أول حياته ثم يفلس في آخره نسأل الله السلامة، وهو أثران بالباطل. وحديث ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرعش، كما قلنا الآخذ والمعطي والواسطة التي بينهما. فالرشوة كما قلنا بأشكال وألوان، نقد أو عيان أو أراضي أو مبيوت أو حتى يعني خدمات تقدم أو مزايا أو نحو ذلك، أشكال أن الناس تتلون جدا يعني في 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 كيفية رشوة الحكام، قد بنفسه قد يعطي ولده، قد يعطي كذا، يعين ولده في منصب، يعين كذا، كل ألوان أشكال وألوان لا تنتهي، لا تقف عند حد ولا عند نوع. الشيخ الشوكاني يعني منع يعني بألوانها وهو محق على كل حال، لكنه في أمر يحتاج إلى حد إلى 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 وقفة لأن يقول إن طالب الحق بعض العلماء يجيز إذا كان أن يدفع، بخلاف اللي هو طبعا الذي له حق ولا يناله ويدفع لا مانع بعض العلماء. فالشيخ يقول لا، يقول يعني لأنه عبارة الشيخ يقول والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم، قال لا أدري بأي مخصص، فالحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بذل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه، فإن الأصل في مال المسلم التحريم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. ثم قال وقد انضم إلى هذا الأصل كون الدافع دفع رشوة يعني إنما دفعه لأحد أمرين، إما لينال به حكم الله إن كان محقا وذلك لا يحل، لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب أوجب الله على الحاكم الصدع به، فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من الحطام. إذن الصورة الأولى هو أن دافع المبلغ أو الهدية أو المال أو الخدمة هو صاحب حق، صاحب حق أعطى الحاكم سواء كان مدير الموظفين أو أعطى القاضي أو أعطى الوزير أو أعطى من أعطى اللي عنده أو مسؤول البلدية أو مسؤول اللي وزع الأراضي أي جهة يعني أو اللي يوزع الوظائف، فدفع له لي وإن كان محق هو بمعنه صاحب حق. فالشيخ يقول لينال به حكم الله إن كان محقا، ثم قال هذا لا يجوز طبعا لأن كان على الحق على المسؤول أن يقدم الحق من غير مقابل، أن يقدم الحق غير مقابل. الصورة الثانية وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرع الله فهذا لا شك هذا لا يجوز طبعا، ليقدمه على غيره وهو غير مستحق هذا لا يجوز. لكن في نظري بقي قسم ثالث ما ذكره الشيخ، وهو إذا كان لا يستطيع أن ينال حقه إلا بدفع، ما يستطيع حاول ما هذا وضع لما يجوز
يجوز له إذا كان فعلا لا يستطيع أن يصل إلى حق إلا بمقابل فيجوز، لكن لا يجوز الأخذ أن يأخذ. حلال على الدافع أن يدفع، لكن لا يجوز الأخذ أن يأخذ، لكن هذا يدفع مظلمة، هذا يدفع مظلمة، فهذا بعض العلماء يجوزه. الشيخ ما ذكر هذا القسم، الشيخ الشوكاني ذكر قسمين بينما في قسم ثالث ما تعرض له. والحديث الأخير في الباب حديث عمرو بن مرة قال سمعت رسول الله، بقي المشير لحديث آخر وهو من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن أريد أن أقف المسألة وهي في قوله فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الربا عندنا الربا في اللغة والربا في لسان الشرع والربا عند الفقهاء، إذن عندنا ثلاث مصطلحات الربا: الربا في اللغة والربا في لسان الشرع كتاب السنة والربا فيما ذكر الفقهاء. الربا في اللغة الزيادة، أي زيادة ربا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني ارتفعت، فأي زيادة في اللغة تسمى ربا. الربا عند الفقهاء هو ربا المعاملات، هو اللي يسأل عنه الناس سواء كان في الصرف أو في ربا الفضل أو ربا النسيئة، في مسائل تفصيل دقيقة كثيرة. لسان الشرع وهذا هو اللي أنا أحب يعني أن أنبه إليه أوسع من ذلك، فيه الربا الفضل والنسيئة طبعا، وفيه طبعا إن أربى الربا استطالة، أو إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، فسمى الوقوع في الأعراض ربا في مصطلح الشارع. وأيضا في حديث الربا 70 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، فالرسول جعل هذا نوعا من أنواع الربا. وهنا هذا الباب هنا أيضا من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. إذن الربا في مصطلح الشارع أوسع من الربا عند الفقهاء. طبعا الربا اللغة الزيادة، حببت التنبيه على هذه المسألة. بقي الحديث الأخير عن أبي مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أول يغلق بابه أو يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته. هذا طبعا هي يمثل الجزء الثاني من الترجمة، الترجمة قال باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لينال حاجب لبابه في مجلس حكمه. اتخاذ الحاجب يختلف الحقيقة الغرض منه، ولهذا لعله هنا مقيد يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، بمعنى أنه متعالي وأنه وضع بابا أو وضع بوابا أو حاجبا ليدخل من شاء ويخرج من شاء، هذا لا يجوز، لأنه في عمله يخدم الناس ولا بد أن يكون ظاهرا لهم ومتبينا ومتصدرا بحيث أنه يقصده كل من يحتاجه. وهذا لا شك طبعا يعني وعيد شديد، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلتنا صلى الله عليه وسلم. الحاجة والخلة هي الحاجة لكنها أخص، والمسكنة بمعنى الضعفاء مساكين يعني. المقصود أنه
لا يجوز للإنسان للمسؤول حاكما أو قاضيا أو وزيرا أو مديرا أو أن يتخذ حاجبا ليمنع الناس. أما الحاجب المنظم لا معنى، لكن لا يكون يدخل ناس ويترك ناس بمعنى وهو محتاج، لا، إنما التنظيم لا معنى، لا لا قد يحتاج إليه، ولا سيما إذا كثر الناس أو إذا كان الناس فعلا عندهم صفقات أو عنده أحيانا يعني طبيعة عمله تحتاج إلى نوع من الهدوء. ولهذا الشوكاني ذكر وغيره ذكر شيء جيد، يعني بمعنى أن يتخذ حاجبا لترتيب القاضي، يعني لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشر لا مانع. ترى الإنسان إذا حتى يرتبهم أو حتى من طال صوته قد يعني يسكته أو حتى يخرجه، هذا لا مانع منه، تتخذ حاجة وحارس أو من باب التنظيم. بل حتى ذكر شيء يعني جميل، يعني قال وظيفة البواب أو الحاجب أن يخبر الحاكم بحال من حضر، وبمعنى أحيانا يأتي الإنسان بهيئة وهو معروف وجيه في البلد ودخل الحاكم، أحيانا الحاكم سوف يحترمه ولا مانع من هذا، لكن أحيانا قد يكون جاء لغرض أو لخصومة، هذا لا يجب أن يسويه بغيره وإن كان ذا وجاهة وإن كان ذا منزلة. فالحاجب أحيانا يبلغ الحاكم، يقول هذا فلان المعروف الوجاء لكنه تراجع له قضية، فإذا كان ما وجاء بمجرد الزيارة وإنما له قضية لا يختلف. فمن مهمة الحاجب ومهمة البواب أنه فعلا قد يبين للحاكم نبيه أن فلانا أو الوجيه وجاء لأن له قضية، فإذا يعامله كما يعامل غيره من أصحاب القضايا. وأحيانا القاضي كما قلنا الحاجب أو البواب أو موظف المختص أو السكرتير كما يقال أحيانا هو الذي يرتب الداخلين ويرتب المعاملات ويرتب الأشياء هذه ويقدمها بشكل يعين على سرعة قضائها وأيضا إحسان قضائها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.